بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. أحييكم، أنا الدكتور مازن معون السبقة من خلال هذه الإطلالة مع قناة معرفة وأكثر، مع لقاء جديد ونحن لا نزال في جو الشتاء، وكثرت الأسئلة حول هذا الموضوع. تحدثنا عن أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها، تحدثنا عن حساسية الأنف والزكام، واليوم نتحدث عن التهاب اللوزتين. التهاب اللوزتين من الظواهر المرضية المؤرقة دائما لجميع الأعمار وبالأخص الأطفال. وأول ما يكون هناك التهاب لوزتين وبالأخص متكرر، تبدأ المعلومات تخرج وتبدأ الصيحات تخرج: اعمل عملية وشيل اللوز. طب ليش؟ يقول لك عشان ما يصيرش معه روماتيزم، وروماتيزم رجلين، وروماتيزم قلب، وروماتيزم إلى آخره. وطبعا الأبوين يكونوا في حيرة من أمرهما، ويجب اتباع إيش؟ النصيحة. عملية عملية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لا يعرف هذا المسكين أن رغم كل المعاناة هذه الطفلة وهي تعاني من التهاب اللوزتين، أن هذا كل هذه المعاناة لا تعتبر شيء مقارنة بالمعاناة التي سوف تبدأ من لحظة خروجها من إيش؟ بدون لوزتين، من العملية. تبدأ الرحلة الحقيقية للمرض بعد زوال اللوزتين. الآن من يسمعنا بالمؤكد منهم من شال اللوزتين، أريد أن أسأله سؤال: هل تلاحظ أنك أول إنسان تمرض في البيت وآخر إنسان تشفى في هذا البيت؟ الإجابة لأكثر من 95% نعم. اللوزتين هما الجهاز الدفاعي الأول في جسم الإنسان، فلا يجوز أن هذا الجهاز الدفاعي الأول أن نزيله. ربنا ما حط لنا شيء عشان نيجي نزيله. ما هو يا دكتور، هو كان ملتهب، أنت لو شفت الصديد الموجود فيه، صديد كثير، كل لوزة من اللوزتين كانوا قدر البيضة، قدر بيضة. طب أنا بدي أقول لك قدر بطيخة، ما تشيلهاش. طب كيف؟ تعال نشوف كيف. الميكروب المسبب لهذا الصديد ولهذه الأزمة يسمى ستافيلوكوكس أوريوس، وهذا يموت في الوسط الحمضي. إذا عرف السبب بطل العجب، طالما يموت في الوسط الحمضي خلصنا. نبحث على وسط حمضي موجود لدينا حوالينا، ونتعامل فقط مع هذا المستوى من اللوزتين، يعني أنا ما راح أدخله جوا. فأمامنا حلين: الأبسط وهو موجود في كل منزل، هذه وصفة منزلية، الليمون، أن نعمل غرغرة بالليمون مرة واثنين، غرغرة طويلة، يعني تأخذ هيك أكبر قدر ممكن باستطاعتنا. عملية الغرغرة وكأني عمل بجلي هذه اللوزتين بالإيش؟ بالليمون، وأبصقها وأكرر غرغرة وأبصقها، وهكذا 3-4 مرات في الجلسة الواحدة. طب كم جلسة نعمل؟ بقدر الإمكان 4-5 جلسات، منهم 2 أساسيات عند الاستيقاظ وعند إيش؟ النوم.
هدول أساسيات مفروض يعني ما ننساهمش. إذا صح لي كمان واحدة خلال النهار ممتاز، صح لي مرتين ممتاز أكثر خلال النهار. تكرر هذه العملية لمدة 3 إلى 5 أيام فقط، وبعدها اسمع بعدها ماذا يحدث. وداعا لا لقاء بعده لآلام اللوزتين، لصديد اللوزتين. عارفين ايش يعني وداعا لا لقاء بعده؟ يعني انتهت المشكلة، يعني حيحرم يوصل لك الاستافيلوكوكس، لأنه عرف انه هنا خلاص خط أحمر. فهذه الوصفة اللي أقل من أي عملة في وطننا العربي، كان الفلس أو السنت أو ما شابه ذلك، يعني ليس من المعقول أن نضحي بهذه اللوزتين وعندي في البيت موجود. الآن غرف العمليات موجودة، المشارط موجودة، مش هتسكر. لكن إذا اللوزتين راحوا مش هيرجعوا. يا أخي جرب 3 أيام 4 أيام، بلاش 5، اعمل هذه الوصفة، في اليوم الرابع روح اعمل عملية. إذا ما طبش إيش بدك احنا من هيك؟ إذن هذا هو التحدي، هذا هو الوصفة الحاسمة، وهي من أشد الوصفات وأقوى الوصفات حسما. ودائما أقولها منذ سنوات، من يعمل هذه الوصفة وداعا لا لقاء بعده، لا آلام والتهاب وصديد واحتقان اللوزتين، سميه مثل ما أحببت أن تسميه. إذا لم يكن هناك الليمون ولديك مثلا الآن الخل التفاح الطبيعي العضوي، فلا بأس أن تعمل نفس الشيء. هناك ملاحظة أن طفلي لا يجيد عملية الغرغر، لا يعرف. إذا كان عمره مثلا 3 سنوات و4 سنوات، عليك أيها الأب أو الأم أن تعمل أمامه وتعلمه كيف عملية الغرغرة. طب ما نفعش، ما العمل؟ أن نأتي بسرنجة تمام، ونضع فيها الليمون ونضعها باتجاه اللوزتين ونكبس شوي شوي ببطء شديد جدا. ليش ببطء شديد؟ عشان يمشي الليمون يعني انسيابي نحو مين؟ نحو اللوزتين. ونعمل كده ببطء شديد جدا باتجاه مين؟ اللوزتين، حتى نجعل ايش؟ انه حتأتي بعض القطرات من هذا الليمون بالمؤكد نحو مين؟ نحو اللوزتين. طبعا هذه الطريقة لأنها ضعيفة فتحتاج إلى وقت أطول، وتحتاج أيضا إلى تكرارها بكميات أكبر. يعني بدل ما نعمل 2 أو 3 باليوم بالغرغرة، قد نحتاج إلى 6 و7 مرات أن نعملها بطريقة السرنجة هذه، وتمريرها ببطء شديد جدا نحو أو باتجاه مين؟ اللوزتين. كده بنكون حافظنا على أهم جهاز مناعة وجهاز المناعة الأول في جسم الإنسان، وهو اللوزتين. وأيضا آمنا هذا الجسم من الإصابة من الروماتويد أو الروماتيزم مستقبلا أو بعد 23 أو 24 سنة، ويكون هذا طفلنا آمن بإذن الله من أي مشاكل تصيب الجسم بعد ذلك. بدنا نحكي فكرة الصديد، الناس دائما هي بتقول لك طلع صديد يا دكتور، زي ما انت لو شو فكرته هذا وشو يعني كيف بيطلعوا وانه الناس ما تخافش منه والى اخره، وموضوع البكتيريا النافعة وعلاقته فيه. تمام، هذا في الجانب الاول. اذا احنا الان قتلنا هذه البكتيريا، واقول قتلنا لا سكناها ولا تعاملنا معها بلطف، قتلناها.
وكما ذكرت قلت وداعا للقاء أبانا. طب ليش وداعا للقاء أبانا؟ طب إيش دراك إنه وداعا للقاء أبانا؟ هذا الصديد أساسا هو جاء نتيجة تراكمات هي أساسا موجودة، ولكن تناولنا بالذات للأطفال، وهنا تبدأ النصائح الهامة التي سوف تكون لزاما لهاي الأسرة ولهذا الطفل. تناول الأطفال المفرط للسكريات، للشيبسيات، للأندومي، هذا التناول المفرط، نسأل وراء لماذا يتكون صديد؟ هذه المنتجات التي اللحوم المصنعة، هذه مصدر وباء، مصدر للبكتيريا، تراكمات يوم على يوم على يوم، وجاء فصل الشتاء لكي إيش يكشف هذه الأمور، وبالتالي عدم تناولنا للبكتيريا الطبيعية، عدم تناولنا لللبن، اللبن الزبادي، اللبن اليوغورت، لبن الأكتيفيا، بالطبع هذه الأمور سوف تلعب دور هام في توازن وإعادة توازن الجسم. إذن بعد استخدامنا في 3 أيام لوصفة الليمون، نبدأ هنا بتغيير العادات والتقاليد. كما ذكرنا دوما ونذكر دوما أنه الغذاء هو الداء والدواء، به نمرض وبه نتعالج، بسببه نمرض وأيضا بسببه نتعالج، ولكن علينا اختيار الأصناف الصحيحة، الأصناف التي تساهم في الشفاء وليس الأصناف التي تساهم في تدهور جهاز المناعة. إذن تناول الفاكهة، تناول الليمون، تناول العصائر، تناول المشروبات العشبية بعد التنظيف المنطقة جيدا بغرغرة الليمون، هي من المفترض أن تكون لكي نمنح هذه المنطقة من جديد الحيوية والمناعة المطلوبة، لكي يشتغل الجسم أو يرجع الجسم لكفاءته المعتاد عليها، ويقاوم من جديد كل عملية اختراق لهذا الجسم من قبل الجراثيم والميكروبات. وسوف أضع لكم في صندوق الوصف كل الفيديوهات المتعلقة في فصل الشتاء إن شاء الله. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.